حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد العصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم، فنفوز فوزا عظيما. أنا يا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي بواك يا أعذ ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم مصيبة السجاد هي حلقة من حلقات كربلاء وامتداد لها. أعذ ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجين فؤاديا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدم هاميا، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، وتعطي الدموع المستهلات حقها
محاجر تمكي بالغوادي غواديا وأعضاء مجدي ما توزعت الظبا بتوزيعها إلا الندى والمعاني ولئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا مخازيا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيث في الصدر واريا. شنو يا سيد حيدر؟ قال وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال بحال به يشجين حتى أعادي. يقول زين العابدين أدخلونا على يزيد أنا وعماتي وخواتي. شلون حالكم مولاي؟ قال مربطين بالسلاسل والأقياد، فكان أول الحمل في عنقي وآخره في كتف عمتي زينب. كلما جر ذلك الحبل تساقطنا على وجوهنا على الأرض. ألا من مناد وحسيناب؟ ألا من مناد وسيدا؟ وبعد قال والأدهى والأمر أن رأس والدي الحسين بين يدي ذلك اللعين، شي سوي بيه؟ قال كان في يده عصا فكان ينكد أسنانا حتى بعثرها على الأرض كأني بسكينة قامت وأخرجت منديلا من جيبها، فصارت تجمع تلك الثنايا والأسنان من على الأرض وهي تقول إذا رجعنا إلى المدينة لأشكونك إلى جدي رسول الله وأنثر هذه الثنايا والأضراس على قبره الشريف. والله زين العباد يصدع الجلمد نحيبة من شاف زينب عمة بمجلس غريب كلها بلا ستر بنات المصطفى وقوف والناس تتفرج عليها وحولها أصفوف والرأس يزهر بالطشت وعيونه تشوف نسل العواهر كسر أضراسه بقضيبة دار الشراب وقام يتغنى وشرب كاس وظليت بختار والعليل منكس الراس من عاين الذلة وعاين كثرة الناس ويصيح والله شيبتني هالمصيبة وذاك الرجيس صوب الحريم يدير بالعين ويصيح في وين الرباب
عزيزة حسين زاد الحزن بها ولاذت بالنساوي صوت نادى باسمها وعيت تجيب قال وان كان تريد منها ترد الجواب احلف عليها براس ضنوت داحي الباب وشالوا الكريمة وعاينت له والقلب ذاب وظلت تنادي يا خلق وش هالعجيب ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله في محكم كتابي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عطروا مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون في هذه الليلة ذكرى استشهاد رابع أئمة أهل البيت الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه واضح بأن حركة الأنبياء على مدى التاريخ وهدف بعثتهم إلى البشرية هو لأجل الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله سبحانه وتعالى وكذلك هم الأوصياء الذين تلوا الأنبياء في هذه المهمة هدفهم والغاية الموحدة لهؤلاء جميعا هي الدعوة إلى الله سبحانه ولكن المدقق والناظر إلى حياتهم وسيرهم يرى بأنه اختلفت أدوارهم طرائقهم وسائلهم في هذه الدعوة صحيح الغاية واحدة هو الأخذ بيد الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور ولكن اختلفت أساليبهم وكذلك تنوعت أدوارهم ولكن هدفهم كان واحدا وهو الله سبحانه وتعالى وطريق الله الإمام زين العابدين سلام الله عليه هو حلقة في هذه السلسلة الطويلة من الداعين إلى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء من أول نبي وهو آدم إلى آخر الأنبياء وهو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وكذلك من جاء بعد الرسول خليفته بالحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا الطريق والهدف هو نفسه ولكن اختلفت كما يقولون أدوارهم وأساليبهم في هذا الطريق وهذا لا يعني أن فلانا من الأئمة مثلا هو أهم من الثاني أو أنه قام بعمل هو أكثر تأثيرا وترك بصمات أكبر وأكثر من الثاني يعني ممكن واحد يجي مثل ما هو دعوة الزيدية مثلا هم من رأوا بأن زيد بن علي بن الحسين هو
الإمام الحق. لماذا؟ قال لأنه قام بالسيف، وعندهم كل إمام أو كل شخصية من أهل البيت عليهم السلام يقوم بالسيف، هو من يكون أحق بهذا المنصب والمكان. فتراهم مثلا يرون إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إمامة مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن الحسن لا، مثلا زين العابدين لا، الصادق الباقر فلان فلان لا. ليش؟ لأنهم لم يقوموا بالسيف، فمعنات أنهم مو جديرين بشنو؟ بالإمامة. الإمام هو الذي يقوم بالسيف، فلذلك شوف تركوا زين العابدين وتعلقوا وتشبثوا بولده زيد. ليش؟ لأنه قام بثورة وكذا وحركة. مسألة ليست هكذا، الأهمية ما تكمن على كل حال في مثلا الطريقة التي قام بها هذا الإمام، هذا دوره، لأن الحكمة تقتضي بأن كل واحد من الأئمة سلام الله عليهم عندما يقوم بحركة ما دعوة لابد أن ينظر إلى الزمان والمكان وكذلك الظرف الذي هو يعيشه. ما يصير تحكم أنت على هذا الإمام أو على ذاك وفق ظروفك أنت الحالية التي تعيشها. مثلا يجي واحد يتساءل يقول مثلا ماذا قام به زين العابدين، شنو الدور الذي قام به زين العابدين؟ لذلك بعضهم يحاول يصغر هذه الأدوار ويبسطها إلى درجة أن يصور لك الإمام زين العابدين رجل لم يعرف من يعني أو لم يعرف في حياته إلا هذا الأسلوب، أسلوب دعاء وفي نفس الوقت شنو بكاء على أبيه لمدة طويلة، ويعني يصور الإمام بتصوير الاستكانة والهدوء والبقاء في البيت وليس له أي دور آخر، بينما المدقق في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه يرى أن لهذا الإمام أدوار كبيرة ومفصلية في تاريخ الأمة، وأنه دوره خصوصا مع الوضع الذي كان يعيشه. إذا ترجع إلى مثلا الحكام الذين عاصرهم الإمام، خلنا نشوف أولهم يزيد ابن معاوية، رجل 3 سنوات حكم في المسلمين، لكن ماذا فعل؟ يعني أول سنوات خلافته وملكه يقولون قتل الحسين سلام الله عليه جريمة شنعاء كبيرة عظمى. السنة الثانية يقولون أمر بأن تهدم الكعبة. السنة الثالثة يقولون استباح المدينة كما هي معروفة واقعة الحرة، بحيث أنه أمر قائد جيش مسرف يسمونه مسلم والحق أنه بعيد عن الإسلام وليس له علاقة أصلا بالإسلام، مسرف، لذلك يعرف بالتاريخ بمسرف، يقولون لكثرة ما أسرف من دماء المسلمين، مسرف من عقبة أو من عقبة بعضهم يقول، أطلق يده مع جيشه في المدينة. ماذا فعلوا في المدينة؟ يعني إذا ترجع إلى بعض التواريخ مثل الكامل في التاريخ أو الطبري أو فلان أو فلان، شوف بأنه سووا شغلات يعني يندى لها جبين الحياء والإنسانية على مر الدهور. يعني يكفيك بأنه قتل 700 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، 700 يمثلون تراث الرسول صلى الله عليه وآله، خصوصا أنه في ذاك الوقت كانت ممنوعة كتابة الحديث والرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الخليفة الثاني، فعليه كانت تراث أهل البيت، تراث الرسول صلى الله عليه وآله آثاره في صدور هؤلاء. فأنت يوم اللي أقدمت على قتلهم شنو؟ أنت ضيعت على المسلمين يعني تراث عظيم وكبير. بعد صار يسم المسلمين في المدينة بخاتم له بأنهم عبيد ليزيد، استعبد الناس وهم أحرار. وبعد والأعظم والأدهى بأنه أطلق يد جلاوزته على شنو؟ على الناس وعلى نساء الناس وبنات الناس، حرائر الناس، أعراض الناس، حتى أنهم يقولون بعدما خرج هذا الجيش، جيش يزيد من وين؟ من المدينة، ولد بعد سنة 1000 ولد زنا في المدينة.
صار الرجل منهم إذا يتقدم واحد لابنته يقول أنا أزوجك على كل حال ولكن لا أضمن لك بكارتها أنها بكر يعني لكثرة ما أسرفوا في أعراض الناس داسوا عفاف المحصنات لأنهم لقطاء ليس لهم آباء وبعد يقول لك يعني شنو أنه أسرف في ذبح الناس وقتلهم حتى من يلتجئ بقبر رسول الله كان يقتل يقول جعل الخيل تتروث على قبر رسول الله هذا يزيد هذا الوضع الذي كان يعيشه زين العابدين سلام الله عليه يعني. فشمود يقول أن زين العابدين شنو قام من عمل تطالع زمانه طالع مكانه طالع ظرفه وبعد ذلك تعال حاسب وحاكم أعماله وأفعاله لكن مع هذا التضييق ومع هذا الإرهاب العظيم رجل أنجز يعني مثلا عندما واحد يروح يشوف يدقق يرى أن الإمام سلام الله عليه يكفيك يعني من الإنجازات اللي عنده والأدوار مثلا السياسية أنه قلب الوضع على يزيد شخصية في الأسر كان يعني مطلوب منه الاستكانة والضعف ولكنه أبدا لم يضعف يكفيك أنه في الشام عندما أدخلوهم يقولون أمر أو طلب زين العابدين بأنه يصعد على المنبر على الأعواد فقال يعني أنا عندي بعض الكلمات تكون لله فيها رضا ولهؤلاء الجالسين صلاح ما يعني ما ارتضى يزيد يقولون أنه يقبل بأنه يركب على المنبر لأنه يعلم بأنه لن ينزل هذا الشاب علي بن الحسين إلا بفضيحته وفضيحة بني أمية وبعد حسب ضغط الموجودين والجالسين سمح له يقولون بصعود المنبر لكن ماذا فعل ظل يعرف الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن كذا وظل يعرف الناس بمن هم لأن الجالسين شنو أكثرهم جايب بالهم مثل ما أشاع الحكم الأموي بأنهم هؤلاء خوارج لا يعرفون دين ولا مذهب ولا كذا وشوية وإذا يطلعون هذه درية رسول الله فشلون صار قلب الوضع عليه لذلك يقولون طلب من المؤذن أن يؤذن حتى يقطع عليه الكلام عندما أذن قال الله أكبر قال لا أكبر من الله شيء أشهد أن لا إله إلا الله شهد بها لحمي وعظمي ودمي بعد ذلك يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عندها قال له يا يزيد هذه بروح الكلمة سوت بذاك المجلس بذاك الوقت قال له يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك فإن قلت جدك فقد كذبت وأثمت وإن قلت جدي فلماذا قتلت عياله وأهل بيته هذا سوى زلزال في الشام لذلك أمر بإخراجهم إلى المدينة بأسرع وقت هذا مو دور في ذاك الوقت أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وهذا مو كلمة خطبة رنانة حفظها التاريخ لزين العابدين سلام الله عليه وأدوار كثيرة في هذا الجانب رجع إلى المدينة الإمام زين العابدين هل جلس في الدار وكان رهين الدار لا يكفيك بأنه كان يعني من ضمن أدوار الإمام سلام الله عليه يمكن خافي على الكثير من الناس بأنه كان يأخذ العبيد ويشتريهم من السوق يجيب إلى البيت هو للتو الآن عبد ولكن شي يسوي عليه يعطي دورات مكثفة في العلوم الدينية كذا غيره حتى يصبح من العلماء وبعد سنة يقولون شنو يحرره وإذا حرره هذا وين يروح بالنتيجة سوف يرجع إلى بلاده ويوم اللي يرجع إلى بلاده شي يكون داعية لأهل البيت وإلى الله في وين في بلاده لذلك يقول بعض الكتاب أنه يعزو وجود وانتشار التشيع وبدرات التشيع في كثير من بلدان العالم اليوم هي ببركات زين العابدين سلام الله عليه مثلا عندما يقول في المغرب العربي مثلا أو مثلا في إفريقيا أو حتى في الهند
يقولون بذرات وجود التشيع في هذه المناطق هي ببركات من بعثهم زين العابدين سلام الله عليه. هذا مو دور يعني لابد واحد يعني يثور بثورة بسلاح، أكو سلاح آخر وهو الفكر، قد يكون أمضى من سلاح الحديد هذا، وكثير أدوار في هذا الجانب. وخرج أيضا سوالة مركز علمي في المدينة، وكان نوال جامعة بعد ذلك الباقر والصادق سلام الله عليهما، هذا زرارة بن أعين وغيره من العلماء الأفذاذ اللي بعد ذلك شكلوا نواة الحضارة الإسلامية، هم تربية وين؟ تربية الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يعدهم الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه زين العابدين بمئة وأربعة وستين عالم متخصص في شتى علوم العالم، كان هي دينية وغير دينية، حتى علوم فلك وفيزياء وكيمياء وغير ذلك، وجابر بن حيان وغيره أمثلة ونماذج. فالرجل على كل حال ما قعد مستكين كما يصور البعض أنه رهين البيت والبكاء وكذا، وحتى لو صار مثل ما يقولون البكاء وأنه امتد به البكاء طويلا، حتى الدمعة دمعة زين العابدين كانت رسائل، وكانت دمعة رسالية مو دمعة جوفاء هكذا يريد ينفس ما بخاطره وانتهى، لا، رجل بهذه الدمعة فعل الأفاعيل على كل حال، ألب القوم على حكومة بني أمية، ثورات عديدة ثارت بفضل هذه الدمعة من زين العابدين، هاي ثورة التوابين، ثورة أهل المدينة، ثورة أهل مكة، ثورات عديدة بعد ذلك ثارت. ليش؟ للحالة التي أوجدها زين العابدين في الأمة. ويكفيك التراث الأخلاقي الذي جعله في هذه الأمة أيضا. لا تنسى بعد واقعة كربلاء الناس كانوا يعيشون الهزيمة النفسية، خواء نفسي، انحدار أخلاقي، الوضع اللي تعرف شنو وضع الأمة فيما بعد مقتل الحسين، ارجع إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، موسوعة كبيرة يتكلم لك عن الليالي الحمراء التي كانت تكون في القصور، قصور بني أمية، وكذلك شنو انتشرت إلى عوام الناس، صار الناس بس يفكرون شلون يأكل وشلون يشرب وشلون يسهر ويمضي الليل كله للصباح باللعب واللهو، ما حد كان يفكر بأمر سياسي أو مطالب سياسية أو حق أو غير ذلك. ليش؟ هذا بفعل بني أمية، يعني بطريق أو آخر أرادوا إلغاء شيء اسمه إسلام محمدي أصيل، جعلوا إسلام آخر مستورد، أحكام اشتروا بعض علماء كالزهري مثلا، عالم هو من تربية أهل البيت ولكن بعد ذلك انحرف عن هذا الخط، جعل لهم أسس دين جديد بحيث روايات آيات صار يفسرها بكذا وكذا مثل ما يريد بني أمية وعلى مقاسات بني أمية. هذا من يصدى لهم غير الإمام زين العابدين سلام الله عليه، عندما ينشئ مدرسة بل مركز علمي، جامعة علمية تحوي 164 عالم في شتى التخصصات حتى تواجه مثل هكذا تيار من حرف. هذه إنجازات عظيمة للإمام سلام الله عليه، أغفلها التاريخ أو تغافل عنها بالأصح التاريخ، حتى يريد يصور لك هذا كالعليل المريض ولا، وتمشي على سدج بعض جماعتنا بعد ويسطرونها في الكتب بأن الإمام كان عليلا، بل يسمى عليل كربلاء، من قال لك بأن الإمام عليل كربلاء؟ وهل أن هذه العلة والمرض ما هي إلا استثناء؟ ما كانت حياة الإمام كلها مرض وعلة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمرضه لأجل حكمة ما حتى يستمر هذا الوجود، وجود أهل البيت والأئمة، لأنه لو كان في كربلاء ليس فيه علة ولا مرض كان واجب عليه الشرع عندما يسمع استنصار أبيه الحسين أن ينصره، وإذا تقدم للقتال والمعركة سوف يقتل بعد ذلك، هذه السلسلة من يكملها بعد ذلك؟ فهذا المرض ما هو إلا إمراض بالأصح لفترة معينة، لذلك يقول جاءوا إلى كربلاء الإمام زين العابدين ماكو بشيء، صاحي ماكو لا مرض ولا غيره. بعد ما خرجوا من كربلاء رجع إلى حالة الصحية الطبيعية، لم يكن مريضا،
رجع إلى المدينة صاحي ماكو بي شيء. فاللي يجيب يصور الإمام بأنه عليل وكذا وطيلت حياته في مرض وعلة وكذا، لا ليس صحيح. هذا وقت معين وانتهى. فلذلك أقول لابد أن تحتاج حياة الإمام زين العابدين أن يقف الإنسان متأملا فيها. حركات ثورات مثل ما قلنا كانت هي نواتها هذه دمعة دمعة زين العابدين، حتى من يعني يجعل في هذه الخانة خانة البكاء والتباكي على أبي، شيء عظيم كان هذا. استغل هذا الأمر لأن شعار المظلومية مهم. أنت شايف أنت الناس بعضهم على باطلهم استخدموا هذا الشعار ونجحوا، فكيف بمثل زين العابدين على حقه لا يستفيد من هذا الشعار، شعار المظلومين وتأنيب الأمة وإشعارهم بما قاموا به من تقصير. يعني أنت شايف اليهود كسبوا عواطف العالم يوما من الأيام بفعل افتعال محرقة هولوكوست، مو صحيح؟ محرقة مفتعلة، لا معروفة هي صحيحة لو لا. قال شنو؟ أحرق النازيون في هذه المحرقة 5 مليون يهودي وصهيوني. انت لو ترجع بداك التاريخ اصلا كانوا في فلسطين 5 مليون، او في اوروبا كانوا موجودين 5 مليون، حتى يجي يقول لك انها صارت محرقة وكذا، وصاروا يذعون العالم لليهودية وللتعاطف معهم بهذه المحرقة المفتعلة. فشعار المظلومية مهم في جلب الناس للقضايا. انت عندما تسمع الزهراء سلام الله عليها تبكي ليلا ونهارا على أبيها، شنو يعني ما عندها صبر الزهراء؟ لو تريد تشعر العالم بمظلوميتهم وما وقع عليهم. وكذلك الخط يتوالى زين العابدين عندما يمشي مثلا بالسوق وكذا، والآن يأتي الكلام، ماذا يريد؟ يشحذ أنظار وأفكار وعقول وقلوب الناس نحو مظلومية أهل البيت عليهم السلام، لأن بفعل الظلمة وأموال الظلمة انصرفت الناس على أهل البيت عليهم السلام. سوالهم دستور هذا رسالة الحقوق، شنو هذا كتاب عظيم. كان اليوم العالم الطبي لليوم للثورة الفرنسية بأنها جاءت بشنو؟ بحقوق الإنسان وكذا وغيره من هالأمور، وتهلل وتكبر إليها، واليوم ما لها شيء، صارت أثرا بعد عين. فكيف بزين العابدين الذي جاء بالحقوق، إن كانت لله إن كانت للنفس إن كانت حتى على جوارح الإنسان. كان ذاك الثورة الفرنسية جاءت بها إجمالا، الإمام زين العابدين جاء بها تفصيلا. أكثر من 50 حق في هذا الكتاب مذكور، تستغرب يعني للجار إلى كذا، حتى لأجل لكم الله، حتى الدواب والحيوانات جعلها حقوق. أنقذ الناس، علمهم الطريق بعدما اسودت الدنيا بأعينهم، صاروا ما يشوفون شيء، الخوف كان كابس على الناس. لأن تعرف أنت يعني بعد ما يعني ذلك أنت تشوف بعض الأمور حتى نقول نحتاج ندقق. ليش أنت في كربلاء صارت بعض القضايا، ليش هذه تصير؟ لو تفكر فيها ليش؟ يعني مثل قتل الحسين سلام الله عليه، لماذا مطلوب أن يداس صدره بالخيل؟ لماذا أن تحرق خيامه؟ لماذا أن مثلا يمثل بجسده الشريف؟ ليش؟ ترى هذه طريقة متبعة لليوم، مثل هاي داعش وغير داعش يسوون بالأوادم. تشوف يطلعون لك واحد بالتلفزيون، أنت متقتل برصاصة وانتهى. مش عجب ليش قدام شاشة التلفزيون تطلع لك واحد يشحذ لك سكين وكذا وينحرى أمام مرأة ومسمع الناس، حتى لا أحد يتنفس، حتى لا واحد يفكر يوم الأيام بأنه يطالب مثل ما طالب به هذا فيكون هذا مصيره. يريدون يرعبون الناس، يريدون يرهبون الناس، يخوفون الناس. كذلك ما صنعه بنو أمية في كربلاء لأجل أن يصل هذا إلى مسامع الناس فيخافوا من بني أمية، يبثون الرعب والخوف. لذلك بعد كربلاء من يحكي صار؟ من يتكلم؟ من يقول أصلا يجرؤ يقول بأن يزيد فعل خطأ عندما قتل الحسين؟ لكن ببركات الإمام زين العابدين، لا مو جعل الناس تحكي، خلى ثورات تقوم. اللي يقول الإمام زين العابدين شنو سوى، هذا أبسط مثال بأنه صنع ثورات كان شرارتها هو
ثورة المختار وغير ثورة المختار. لذلك تشوف أخذ من هذه الدمعة سلاح، يقول لك يعني تخيل إذا يمر بالأسواق مثلا، ماذا يريد الإمام من خلال هذه الأمور؟ يمر بالسوق مثلا يرى أحدهم ينادي أنا غريب، أنا ما حل إلي بمصركم هذه وبلدكم ما لي أحد، فيستوقفه الإمام ويقول له يا هذا لو أنك الساعة تموت، أنت الآن لو تطيح وتموت هل يوجد من يغسلك، من يكفنك، من يحنطك، من يصلي عليك، من يواريك الثرى؟ قال أنا وأنا بين ظهراني المسلمين لا أحصل على هذه الأمور، الحقوق مكفولة للجميع لكل مسلم. قال إذن لست غريبا، أنت مو غريب يوم اللي تقول تموت وتحصل على كل هذه الأمور، لست غريبا، إنما الغريب ذاك. ويتوجه نحو كربلاء ويذكر الناس بما وقع على الحسين، ذاك الذي بقي 3 أيام بلا غسل ولا كفن، ذاك الغريب مو أنت الغريب. شو يريد يوصل الإمام زين العابدين من هذه الإشارات؟ مو هذا على كل حال سوف ينقل لأهله ما رأاه من الإمام وما قال، وهذا ينقل لهذا وهذا ينقل لهذا، لما صارت شنو جمرات في قلوب الناس اشتعلت بركانا على بني أمية. وبعد يمر يقولون على شنو سوق القصابين، ينظر إلى أحدهم يجر شاة يذبح، يخاطبه بهذا الخطاب، يقول له سقيت الشاة ماء، شربتها ماي؟ قال له هذا لابد منه يا ابن رسول الله، احنا ما نذبح الشاة الا اولا نعرض عليها الماء المرة والمرتين والثلاث حتى ترتوي، هذا خلق وادب اسلامي ما نتخلى عنه. شوف شلون يسوي الامام، يتوجه نحو كربلاء وهو يقول الله يا ابا عبد الله، الكبش لا يذبح حتى يرتوي من الماء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويقتل ابن رسول الله عطشانا. يعني شو يسوي بالناس؟ مو زلزال في ضمائر الناس عندما يسمعون هذا الكلام. ووقيت كربلاء في ذهن زين العابدين، بس كربلاء ثورة محركة، مو جالس بالبيت وبكاء، لا، صار من هذه الذكريات يبعث إشعاعا. وبعد تبقى كربلاء في ذهني إلى 34 سنة، لأنه بقي يقول من بعد أبيه 34 سنة كلها كربلاء، وما وقع في كربلاء بذهنه، لذلك يدخل عليه يقولون أحد خلص تلاميذه وأصحابه أبو حمزة الثمالي أو الثمالي على الأصح، يشوف كل ما قدم له طعام أو شراب إلا ومزجه يقولون بدموع عينه. شعجب يدخل عليه يشوفه بهالحالة، يقول له مولاي أما أنا لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقول، إن القد لكم عادة، كان تبكي على مقاتلكم وإخوانك وأهل بيتك الراحة وبكربلاء، فالقتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. أنتم معودين على المصائب وعلى القتل وعلى كذا والتنكيل، مو جديد عليكم، أنت تبكي لهؤلاء؟ قال عظيمة مصارعهم هؤلاء. ولا تستغرب يا أبا حمزة، إن يعقوب له 12 ولد، 12 ولد غيب الله عنه واحد وهو يوسف، فبيضت عيناه. تدري شنو معنى تبيضت عيناه؟ ترجع إلى تفاسير وكذا، يقولون كناية عن العمى، الرجل يعقوب صار أعمى وهو يعلم بأنه موجود، ومع ذلك إعلانا لمظلومية يوسف صار يبكي عليه هذه المدة.
كيف بي بأنني رأيت أبي وأخي وعمي وسبعة عشر قمر من بني هاشم مجزرين كالأضاحي؟ شو تريد من عندي يعني؟ لكن تعرف هذا كله بصوب، هذا كله بصوب بالنسبة لزين العابدين. لكن عندما تذكر لديه الشام، لذلك في الرواية تقولون إذا تذكر الشام يتأوه ويقول آه الشام الشام وما لقينا في الشام. لذلك جاوب على أبي حمزة شنو قال؟ قال نعم إن القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سبي عماتي سادة غيارة شيعة موالين؟ تسمع كلام الإمام شي يقول؟ يقول وهل سبي عماتي وأخواتي لنا عادة؟ سامع أنت قبل هاليوم يا أبا حمزة بأنه سبيت لنا هاشمية أو أبديت بين الناس علوية؟ ها؟ سبي النساء لنا عادة، دخول عماتي وعمتي زينب، هذه اللي يقول عنها يحيى المازني، يقول أنا جاورت أمير المؤمنين في الكوفة 4 سنوات، الجار باب بالباب مثل ما يعبرون، والجدار بالجدار، لم أسمع لزينب صوتا ولم أرى لها شكلا. والآن يصور لك الإمام زين العابدين يقول لك عندما أدخلوهم إلى وين؟ إلى الشام، حتى تعرف شنو مصيبة وقعت، وحتى تعذر الإمام إذا ظل لها السنوات الطويلة وهو يبكي لهذه المصيبة. ويرويها القضية من؟ سهل بن سعد الساعدي، يقول أنا جئت زيارة لفلسطين بيت المقدس، عرجت على الشام بخصوص دمشق، دخلتها في هذا العام عام 61، يقول أنا لحظات وإذا بي أرى شنو؟ الزينة والطبول تقرع والدفوف وكذا، سألت هل لهذا المصر عيد لا نعرفه؟ يقول أعياد عند المسلمين معروفة، عيد أضحى وعيد فطر، بعد هذا العيد شنو؟ أخذني بعضهم إلى جانب قال يا شيخ، يقول لحظات الآن تنتظر يدخل سبي لواحد منتصر وثاني مغلوب، من المنتصر؟ قال الأمير يزيد، والمغلوب الآن تشوفه تدخل عياله وتدخل بناته وتعرف من بعد ذلك من الذي قتل، من الذي سبيت نساء. يقول أنا على هالحالات واقف، يقول لحظة، هذا سهل بن سعد طبعا ممن رأى رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسمع حديثه، يقول وقفت على الباب، يا باب، هذا يسمونه باب جيرون أو يسمونه باب الساعات أيضا، اللي رايح هناك دمشق يعرف هذه الأماكن جيدا. لذلك أنا أقول للإخوان اللي يروح زيارة، والله يوفقنا وياكم لزيارة السيدة زينب سلام الله عليه، إذا رحتون هذه سوق الحميدية وكذا وباب توما، مو تروح يعني نظر متفرج وكذا وغيره، روح دقق وشوف شو المعالم، خصوصا هذا باب توما، هذا اسمه باب توما الأصح، وهو واحد من الأبواب التي أوقفوا عليها بنات رسول الله لثلاثة أيام. فإذا دشيت أنت إلى مكانات مثل هكذا مو تعال تفرج وغيره، وإنما تعال اعتبر وتعال شوف أهل بيت رسولك ماذا فعلوا بهم في هذه الأماكن. لذلك يقول وقفت على هذا الباب، باب الساعات، لحظات وإذا بي أرى، يقول قافلة ضعينة قد دخلت من هذا الباب. شلون ضعينة؟ يقول نساء على نياق عجف هزل لا تقيهم حرا ولا بردا، وبعد يقول رأيت رؤوس منصوبة أمام تلك المحامل وتلك شنو؟ تلك النياق، وكان وسطهم رأس أزهري أعشى بصري. يقول هذا أمام الضعينة، جئت تقدمت إليهم سألت من أنتم؟ يقولون صار يحكي ويا زين العابدين سلام الله عليه، من أنت يا شاب؟ قال له هل قرأت القرآن؟ شنو القرآن؟ شو تقصد بالقرآن؟ أنتم خوارج، ما لكم علاقة بالقرآن؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بلى، قال نحن قربى رسول الله. من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين.
أنا ابن الحسين، أين أبوك؟ قال هذا الذي على رأس الرمح، هذا هو الحسين رأسه. تريد شيء مولاي؟ ظل يسأله حاجة غرض أقدر أقضيها إليك ما بين هؤلاء. يقولون لحظات، وإذا زينب تحكي ويا زين العابدين تقول له عم علي قل لحامل الرؤوس فليبعد الرؤوس عن المحامل، فوالله لقد اختزينا من كثرة النظر إلينا. خلي يبعدون هذه الرؤوس، أما يقدمونها أمام الضعينة أو يؤخرونها، مو يخلونها بوسط المحامل حتى الناس جاي تتفرج علينا. شمال الناس تتفرج علينا، أيمة عين يصد بالعين لينا. يقولوا عندها قال له يا سهل هل عندك شيء من المال؟ ماذا تريد بالمال في هذا الوقت يا مولاي؟ قال اعطيه لصاحب الرؤوس، خلي يبعد الرؤوس عن المحامل عن النياق، حتى الناس تشتغل بالنظر للرؤوس عن النظر لبنات رسول الله. يقولون اعطاه زجر، هذا المسؤول والموكل على الرؤوس، بانه يبعد الرؤوس عن المحامل. اعطاه قليل من المال، يقولون ولكن ذلك اللعين تعمد اكثر بان يدخل الرؤوس بين النياق وبين الضعينة حتى تشتغل الناس بالنظر الى بنات رسول الله. صدوا برايس الولي من الناح هلكت نسوته، شيبه مخضاب وسكنه تنحلت من شوفته، يا زجر ميل براس حسين ذوبت الاطفال، ما تخاف الله فجعتنا وما بقى للحرام حال، تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى وشمال وما اقدر انظر بو علي، تلعب الريح بشيبته، بالامس شافت عزيز حسين تجلب للسرور، لو ركب مهرة وتسلح والوجه يسطع بنور، وحولها اولاده واخوته وظل على خيمنا يدور، ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبته، والسفاق الرمح ويقودون خلف ناقتي، يدير لي بالعين من يسمع عزيزي نحبتي، وينذهل قلبي وغصب بالهودج اضرب جبهتي، لا تلوموني ترى من الحزن كبد مفتت، والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطار، ضربة مهجام راس حسين أخيب الحجار، مر عليها يسبح ونوره يشع من غرته، قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل، صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل، كان راس حسين قرب بلكي يبرد لغليل، وبالحجر بنت العواهر والقلب سكت، شلت يمينك يا ميشوم اشفع البيت الشهيد، ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد، قطعوه وهشموا جسمه على حر الصعيد، وانتي الضربين راسه بالحجر متشمته، أنا من مناد وحسيناه، أنا من مناد وسيده. يقولون جاء بعد هذا سهل، وسهل الإمام زين العابدين، لك سؤال آخر، لك حاجة أخرى يا ابن رسول الله. قال له يا سهل هل عندك ثوب عتيق بالي؟ ماذا تريد بهذا الثوب العتيق والبالي في هالحالة؟ قال جيبه أنت وشوف. عندها جاء له بثوب عتيق
جاء به رفع تلك الجامعة من على رقبته. تعرف الجامعة شنو؟ حديد، كتلة من الحديد يوجد فيها مسامير من كل صوب، يعني بمجرد الإمام أن يدور رأسه لليمين تنغرس هذه المسامير في حلقه، اليسار كذلك. يقولوا عندها رفع تلك الجامعة وضع ذلك الثوب بينها، وإذا بالدم يسيل على صدر الإمام. أنا من مناد وعلياه، أنا من مناد وسيداه، والله قيدين ما لقوا، قيدين ما لقوا، قيدين سجيل وجامعة، وقيدين ما قيد يحيز بنحري، وقيد يحيز بمتون، قيد تجيل وجامعة، قيد ما قيد يحيز بساقي، وقيد شراب من دمي، قيد ثجيل وجامعة، قيد ما. وكل ما طلبت الخفة منكم ثقيل زدته، وكل ما طلبت الخفة منكم ثقيل زدتو، قد ثقيل وجامعة، قد ما شفنا العليل يمرضونا، والله شفنا العليل يمرضونا، ولو راد قعدة يقعدونا، ما شفنا العليل يقيدونا، بحبال خشنة ويسحبونا، يا والله بحبال خشنة يسحبوا، مالي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا كلمح بالبصر، يا هو أقرب من ذلك. اللهم اشف مرضانا، فك أسرانا، أرجع غربانا، غير سوء حالنا بحسن حالك. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، أطل اللهم في أعمارهم وسع في أرزاقهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان.